درجات الحرارة تتجاوز 50 ابتداء من يوم الخميس المقبل في أغلب المدن العراقية. ذوي المهن الطبية والصحية يطالبون بتوزيع الأسماء على دوائر صحات المحافظة. طلاب المجموعة الطبية دارسين على نفقة وزارة الدفاع يطالبون بالعدول عن قرار إلغاء موافقتهم الرسمية. السلام عليكم وتحية طيبة. الصيف العراقي معروف بحرارته العالية، وهذا الصيف اللي بدأ يعني تقريبا أكثر من 10 أيام راح تبلغ به درجة الحرارة تقريبا 50 أو تتجاوز 50 درجة مئوية في أغلب المحافظات سواء العراقية الوسطى أو الجنوبية، وراح تستمر لغاية يوم الاثنين. وهنا لابد من اتباع بعض الإجراءات وخصوصا فيما يتعلق بالكهرباء. صحيح أنه قضية الكهرباء نسبيا هذه السنة أفضل، ولكن إحنا نطمح للمزيد. نحتاج إلى التقنين خلال هذه الفترة تحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة، نعرف تبدي المشاكل المتعلقة بالأسلاك والمحولات، لذلك لابد من الالتفات إلى هذا الموضوع. وأيضا الموضوع المهم الآخر اللي يخص أصحاب السيارات، لابد من اتباع إجراءات السلامة والوقاية، ومنها التزود بالوقود في أوقات معينة، وكذلك التقليل من السفر في أوقات ذروة الحرارة يعني الظهر. احنا نتمنى السلامة للجميع وأن تعدي موجة الحر على خير مثل ما عدن سابقاتها هواية. ذوي المهن الصحية والطبية من خريجي المجموعات الطبية اليوم كانت عندهم وقفة أمام وزارة الصحة، وتحديدا دفعة 22/20 طالبوا من خلالها بتنفيذ توزيع مقاعد التعيينات على دوائر الصحة وإكمال إجراءات التعيين والمباشرة وتنفيذ والالتزام بقانون التدرج الطبي الخاص بهذه الشريحة. أيضا من أمام وزارة التعليم العالي اليوم كان أكو مجموعة من المتعينين الجدد على وزارة التعليم العالي، كانت عندهم وقفة ومطالب محددة تتعلق بموضوع الرقعة الجغرافية للتعيين. إحنا نطرح مطالب، لكن إحنا ما نتبنى أي رأي، لأنه بالأخير للوزارة أكو دور وتخطيط وتعرف بموضوع توزيع التعيينات. احنا مجموعه من حملة الشهادات العليا تقريبا 161 واحد تم اعاده توزيعنا بناء على اسباب مختلفه، مثلا الموقع الجغرافي او التخصص من قبل وزاره التعليم العالي، ومشكوره طبعا. لكن تفاجئنا يوم 5/6، طبعا هو تم اصدار الكتاب يوم 1/6 اعاده التوزيع، كل شخص حسب الجامعه اللي تلائمه، مثلا حسب التخصص او حسب الموقع الجغرافي. لكن تفاجئنا بعد 4 أيام، لاحظوا النسبة، بعد 4 أيام اللي هو يوم 5/6 تم إلغاء هذا الأمر. يعني إحنا تفاجئنا بدون أي سبب قانوني أنه كيف يتم إلغاء أمر إداري تم إصداره من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي. فإحنا يعني حتى بوقتها من تم يعني ماكو كتاب يلغي هيك بكل سهولة بدون اي مسبب قانوني. اشكركم واشكر قناتكم لان هي جت على مود تغطي الوقفه مالتنا. احنا اساتذه جامعيين اللي تعيننا بفضل دوله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طلع توزيعنا على وزاره التعليم العالي، بعدين صار شبه غبن الاختصاصات والاساتذه اللي توزعوا، فوزاره التعليم العالي متشكره سوت لجنه. هاي اللجنه نظرت بشغلتين اللي هي إعادة التوزيع بالنسبة للموقع الجغرافي أو التخصص. صدرت كذا كتاب إعادة توزيع من تاريخ المباشرة مالت الشهادات العليا الماجستير لحد 7/6،
كل هاي الكتب إعادة توزيع مشت باستثناء الكتاب مالتنا اللي صدر بتاريخ 1/6 واللغة بتاريخ 5/6. يعني احنا صراحة اتفاجئنا. رحنا باشرنا بالجامعات الجديدة، وزعونا على الكليات، وزعونا على الأقسام، لكن بعدين وراء 4 أيام لقينا الكتاب الأمر الوزاري انلغى بأمر وزاري ثاني، وهاي كانت سابقة بحق وزارة التعليم العالي أنه يصدر قرار ويلغي هاي الفترة همين. يعني هاي ما صايرة من قبل تاريخ وزارة التعليم العالي، يصدر قرار وبعدين يلغي. الآن عندنا مناشد عبر الهاتف من الأخ عبد الرحمن. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، تفضل. يعني أنا صارت لي إشكالات ويا زوجتي وأهلها بالأحرى، وأخذوا الأطفال وحرموني منهم 3 أشهر، لا شايفهم ولا يعني شيء، دخلت الطفل المجال أنا دفعت. كم طفل عندك؟ أنا عندي 3 أطفال، ولد وبنات 2. فثلاث أشهر أخذوا الأطفال وما خلاني حتى أسمع صوت. يعني حاولت بس أترجاها أرسلها للدائرة، فقط يشاركون بامتحانات نص السنة، حتى بالامتحانات ما خلوهم يشاركون. أنا رتبتهم قوة، يعني رتبتهم خليتهم ينجحون ويعوضون السنة. وراها اتصل بي أخوها يهددني بأطفالي. أنتم منفصلين؟ أنا ساكن منطقة الدورة. وهي همينة هنا ببغداد؟ لا، هي ببغداد بالأمين، بالرئاسة مال الأمين. أنتم منفصلين اللي فهمته من كلامك؟ هو اتصل بي اخوي اخوها. لا لا، انا اقول انتم منفصلين حاليا. حاليا منفصلين، واذا قلت شلون صار الانفصال؟ اتصل بي اخوها يهدد، يا اما تجيب سيد وتجي تطلق وتجيب ال10 ملايين المتاخر، يا اما اني بنفس الكلمه هدي اطفالك، وبالاحرى وما يقول اطفالك فروخك. اخوها محمد كاظم خريف. بلا اسماء اذا تسمح. نعم. لا تذكر لي أسماء، اذكر لي الحادثة والتفاصيل وأنت شنو تريد. بالنهاية هاي منصة يعني توصل من خلالها صوتك للجهات المسؤولة. يعني أريد أوصل جهاتي الصوت للجهات، لأن أنا قعدت وقعدت ويا شيخهم هذا اليوم، هم جبروني على الطلاق، فأنا قلت لهم أوكي أطلق، بس أنا من أعطيكم الفلوس هذه أضمن حقي بالأطفال، أنتم ما تقطوني إياهم، لأن أنتم عارفين إحنا قانوننا وين هون. زين، هو أكو أحد ينجبر يترك أولاده يترك عائلته؟ وهم يعني بنيه راحت وتقول لك انا الا طلاق، ونصا مكابرني اخوها يهددني بالاطفال، انا ادي اطفالك اذا ما تجيب سيد وتطلق انا ادي اطفالك. زين. وقعدنا قعده وحضر بيها شيخهم، موجود عندي رقم شيخهم اذا تحبين ازوجك به. زين. قلت لهم اوكي، يعني ما فتحت هذا الموضوع يا شيخ، وما قلت لحد، قلت له عن هاي ال10 ملايين ردوها. بس انا بالمقابل اريد تسوي لي تنازل بالاطفال، فهي سوت تنازل بخط ايدها، اتصور دزيت لك اياه. نعم وصلني. سوت تنازل بخط ايدها، لان اذا قامت دعوه الحضانه تخسر 40 مليون. زين. يعني هاي مطبقه وقعناها سويناها عشائريه. وطلقنا، قلت لك يعني انا على هذا العقد السيد. هسه حاليا يناشدون، يعني سابقا اخذوا الاطفال بالعيد يشوفوهم. ورحنا انا ووالدي وحاولوا خطفي في منطقة الرئاسة مال الأمين، وقمت دعوة بمركز شرطة الخنساء. زين. أني قبل يوم، قبل أسبوع تقريبا، قبل العيد بيوم، جايب فلوس. أنا عندي مكتب مال كيكات أشتغل ويا والدي. نعم. جايب فلوس من المصرف، وتعرضنا أيضا أخوها. زين. هسه حاليا يقولون إحنا القانون وينهم، إحنا نريد الأطفال. زين، شنو هاي هاي البراءة اللي يعني أنت أيضا رسلت لي كتب، بس أنا بصراحة يعني هاي البراءة شوي على خصوصية، يعني هذه البراءة شيخهم الرجل إنسان طيب، من قلنا له إحنا هيك وهيك اتفقنا تتنازل بالقانون عن الأطفال، ما قبلت قام الرجل طردهم من العشيرة. زين، أنتم بيناتكم مشاكل يعني هذا اللي بين العائلتين؟ او بينك وبين يعني عائلتها؟ هو يعني اخوان هي قاموا يفعلون المشاكل الطائفيه صراحه. ان انا من طائفه وهي من طائفه اخرى. هاي تفاصيل يعني ما لها وجود بحياتنا بصراحه. صراحه هي المفروض هي، بس هم ذكروا هذا الشيء بعد 10 سنوات، والدليل انت سمعتي تصوير المكالمه مع الطفل. المكالمه مع الطفل من يقولوا لي تعالوا خذ اطفالك، سمعتي ابني شو يقول لي اتصور؟ نعم.
يعني طلعت على كل التفاصيل اللي انت رسلتها لي. ايوه يعني انا ما عندي مانع عندي التفاصيل كلها انت مشغول. لا احنا في حال الجهات المسؤوله او الجهات المعنيه طلبت هذه التفاصيل انا راح ازودهم. يعني في حال الجهات المسؤوله وصلت مناشدتك انا راح ازودهم بهذه التفاصيل، حاليا هي عندي فقط. نعم انا يعني عندي هاي الورقه اللي هي تناسب بيها كامل ارادتها وخط ايدها وبصمتها وبيتهم واللي شهود عليها ابوها وعمامها وشيخهم. يعني اتمنى ان القضاء يصدق هاي الورقه لان هسه ما يستغلوني بهذا الشيء. هو انا لانهم انا ما اقدر اعرضها بصراحه، قلت لك يعني هاي التفاصيل اللي رسلتها الي انا ما اقدر اعرضها لان هذه التفاصيل هي بالنهايه شخصيه. الو أنا أسمعك يوسف. أي نعم أسمعك. عفوا زين هسه قول لي أنت يعني التفاصيل اللي تريدها شنو أنت؟ يعني أنا أريد هاي الوقت اللي هي كاتبتها بخط إيدها أريدها تصدق وأكتب حضانة أطفالي. لأن الأطفال أصلا ما يريدوهم، يعني حتى إذا أسوي لك أبتك إياهم تحكي إياهم ما يريدوهم، لأن عايشوهم برعب عايشوهم بجحيم. يعني أنت شفتي أنا طفل صف خامس ابتدائي هسه بجحيم خامس هيك يحكي وخايف. جبتي عندي صف ثاني ابتدائي تجي تقول لي بابا ما اقدر اروح هناك يضربوني ياذوني. طيب هو هذا دور الشرطه المجتمعيه وحمايه دور الاسره المجتمعيه طبعا هذه المناشده مفتوحه لهم. احنا مع الاسف قانوننا القضاء العراقي كله للام، يعني الحضانه حق الام، الحضانه حق الام، زي ما انه هي الام تنازل بخط ايدي وبصمتها وتوقيع ابوها وعمها وشيخهم. وين المفروض القانون هم يعني له دور من هذا الشيء؟ يعني أنا بصراحة أنا استقبلت اتصالك مناشدة، وهذه المناشدة قلت لك هي الجهات المعنية أو المسؤولة هي اللي تحل هذه القضية. بصراحة أنا شخصيا ما أقدر أنطي رأيي لأي جهة ولا أقدر أنحازها، أنا بموقف الحياد يعني، بالتالي هي قضاياكم الشخصية يعني أتمنى أن تنحل بينكم بدون ما توصل لهالنقطة هذه، لأنه لا تنسى أنتم بيناتكم أولاد يعني، وأي أي مشكلة هي تأثر على أولادكم بالنهاية. أختي أني حاولت، فيا ريت تخلون أولادكم قبال عينكم يعني. ست استبرق أني حاولت وهسه إذا صوتي يسمعوا إذا تحبين زوجك حتى برقم شيخكم وتمنيت أرجعها اللي هم أهلها ربوا هذا الشيء ربا قاطع. خلي شوية الواحد لا يفكر بس بنفسه، يعني مهم يفكر بأطفاله. يعني انت صوري ام منعت اطفالها من حضور امتحانات نصف السنه، تجي للمديره تقول اريد اجيبها الامتحان، المديره جاوبتها قالت لها لما انت جايه كان جبتي الطفل هو صف رابع انا امتحنه ونساعده. يعني مو ورقه وقلم. تجي يعني من الامن للدوره وما تجيب الطفل. هي تجي مجرد استفزاز هي واخوها يلزم يخترقون مشكله. وهذا الحكي يعني حكيتيها كله بالادله. وإذا تحبين زوجي برقم مدير المدرسة وزوجي برقم الشيخ مالتهم اللي وقع فصلهم من العشيرة. زين أنا أشكرك، وهذه المناشدة يعني ذكرت عن الجهات المختصة اللي هي لها دور كبير بهذه التفاصيل، إذا يعني حماية الأسرة والطفل أو الشرطة المجتمعية. شكرا جزيلا لك وتحياتي لك، مثل ما يقولون الله يهدي سركم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. مجموعة من طلبة المجموعة الطبية الدارسين على نفقة وزارة الدفاع يسموهم الطبابة العسكرية. هذه الشريحة حصلوا على هامش من وزير الدفاع بالموافقة على تبني دراستهم. بعد فترة صدر كتاب ألغي من خلال الموافقات الرسمية اللي تخصهم، كان المفروض يكون عندنا ممثل عنهم ولكن ما أعرف، يعني مع العلم إحنا مرتبين الأمور معاهم، المفروض يدرون أنه أكو موعد ويا برنامج صوت عراقي. مع الأسف يعني ما قدرنا نتواصل الأخ. مع العلم إحنا أني أذكر يعني أنا دائما أعتبر بهاي النقطة من إحنا نرتب ويا ممثل عن شريحة معينة أو فد اتصال معين، إذا واحد غير رأيه خلي يقول أنا غيرت رأيي، ولكن يعني ممكن أكو شخص آخر يطلع يحكي ويطالب ويناشد، لأن هي بالنهاية هاي مو فقط حقك، حق شريحة كبيرة وهم زملائك. فكان المفروض يكون ويانا الأخ مهيمن
ما اعرف شنو عنده. على العموم عندنا موضوع اخر زين، عندنا كتب وموافقات رسمية صادرة من الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات وهيئات تتعلق بإطفاء سلف وديون وأقساط جرح القوات الأمنية من ضمن القوات الأمنية الحشد الشعبي. الكتب أمامكم طبعا معروضة على الشاشة. أحد جرح الحشد يطالب بتنفيذ هذه القرارات الرسمية اللي هي طبعا هي أبسط حقوق هذه الشريحة اللي قدمت للوطن الغالي والنفيس. عبر الهاتف معنا الأخ الجريح أبو مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الأخ أبو مصطفى. حياك الله. وأنا طبعا أشكر قناتكم وجنابكم الكريم، الله يحفظكم إن شاء الله على عيني لإيصال صوت الحق. الله يسلمكم ويحفظكم أبو مصطفى. هو هي القضية تتعلق بقسط أو سلفة؟ خلينا نعرف التفاصيل. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بس أرجو من جنابك الكريم تعطينا وقت. نعم الوقت لك. الله يحفظك. احنا جرحى وعوائل شهداء الحشد الشعبي. نعم. سكنة بسمايه وحي السلام. طيب. المجموع 900 شقة تقريبا. نعم. سابقا استلمنا الشقق بال 2021. شهر السادس. الغرض من الشقق شنو؟ بدون مقدمة وبدون فوائد. نعم. ولمده 6 شهور حسب قانون 57 اللي خاص بهذه الشريحه قالوا يتم الاقصاء عليكم لان هذا حقكم كعوائل شهداء وجرحى. طيب. اللي نسيته من كذا، اللي نسيته من شيء، حسب القوانين اليوم. فاحنا صار لنا يعني دافع على هاي الشغله. فاستلمنا الشقق وقعدنا والحمد لله والشكر. ورا فترة اتصلوا بنا المطلب العقاري. طيب. قالوا انتم مزنين بالتجديد. انتم شنو؟ مزنين بالتجديد. زين. تجديد الشقة. زين. احنا هم رحنا واستفسرنا. ورحنا للجهات المختصة اللي تابعة لنا الهيئة الحشد الشعبي. نعم. وطالبناهم بهاي الأمور. فرئيس هيئه الحشد الشعبي صالح سيار الله يحفظه صدر كتاب رفعه لرئاسه الوزراء. زين. باطفاء قروض الشقق السكنيه لعوائل الشهداء وجرحى الحشد الشعبي. اطفاء. المتمثله من اطفاء. زين. اللي متمثله من رقم 1 تسلسل 1 لحد 910 تقريبا داخل بالاسم اقصرص. زين. فبعزه ودزاها لرئاسه الوزراء. رئاسة الوزراء خاطبت الهيئة مال الحشد. هذا التاريخ شهر 12 تقريبا. نعم. 2022. فخاطب رئيس مجلس الوزراء، خاطب الهيئة بالأسماء والعدد، فدزوا له العدد والأسماء حسب الكتاب الرسمي. طيب. وانتظرنا الرد، ما في. تعنينا النواب قنوات، عدة قنوات اللي هي بدون ذكر اسماء. نعم اجتنا والتقت فينا. نعم. وناشدنا النواب من ضمنهم النائب سعود الساعدي، النائب ردي عواد، النائب حسن سالم، هواي نواب يعني بدون ما اتذكر اسمائهم الله شاهد. نعم. وعندهم علم بالموضوع وناشدوا رئيس مجلس الوزراء. زين ماكو اي رد؟ ماكو اي رد. التقينا النواب بيمن، التقينا برئيس مؤسسه الشهداء عبد الاله الناعمي. وهذا تصوير موثوق. قال انتم شريحه مضحيه. قلنا احنا ضحينا للوطن، وطينا الغالي واللي بتسجل الوطن لاجل حفظ الوطن. طيب. حفظ العرض والارض والمقدسات. احنا اليوم هذا جزاء الاحسان بالاحسان. للاسف. فعبد الاله الناعمي تصوير رسمي وامام قناه. نعم. قال انتم هذا حقكم، انا راح اعطي ايعاد للجهات المعنيه يزودون بالاسماء. قلنا له قاعده خيارات حقك وانت تقدر تتصرف حسب خبرتك، انت كرئيس مؤسسه. نعم.
هذا الكلام شو وقت التاريخ تقريبا؟ تقريبا يعني صار 3 أشهر 4. نعم. لا يعني حتى الاقصى الداخلين قلنا احنا ما داخلين متوقفين هسه لحد ما داخلين اقصى. المطلب الاقصى قام يتصل بينا راح نوقف رواتبكم راح نسوي راح ناخذ الشغل من يومكم متلكئين من هاي الامور. عوائل شهداء قام تلطم بالشارع وتبكي. احنا جرحى انا الاحتياج جريح وصرت 75% طاقه للعين وشوائب الراس. يمنا الداعي يمنا نطالب يمنا نتعنى المعنيين من هاي الامور وعندنا كتب رسميه بس حضرتك شفتيهم. نعم صح شفتهم. فانا من خلال قناتكم الموقره الشريفه النزيهه الله يحفظكم عوائل شهداء وجرحى اليوم اللي ساكنين بسماير حي السلام ينتظرون الفرحه منكم. يعني للاسف للاسف يتم التعامل مع المضحي بهذه الطريقه بكل صراحه. يعني يقول لي انا اخليك متلكئ وتفرغ الشقه، وين اروح انا بالشارع؟ ايش قد تقريبا صار لكم ساكنين بالشقه ابو مصطفى؟ 2021 شهر السابع. وهسه احنا 2023 شهر السابع. انا الاحتياج مطلوب تقريبا ما يقارب 15 شهر. والاقساط 500 الا 10,000. 500. أنا من واحد يكون واضح وصريح بالحكي. نعم. 500,000. أنا راتبي 800. عندي 7 نفرات. الله يعينك. وأنا جريح، هاي أنا أحكي لك واحد بالألف. كيف الباقيين الفاقد إيد الفاقد رجل الفاقد بصر. صح. الحاسكة جوار. صح والله الله يساعدهم. وين نطلب جهنة مثلا؟ وإحنا حسب القانون ما مشرعين قانون وحدنا. هذا قانون بموافقات رسميه. نعم. احنا سوينا انتظرنا الموازنه. قرت الموازنه. الموازنه نزلت بها تعليمات ولا كلامك بخير الله يوفقك. الله يوفق الجميع. عندنا الماده 30 اللي بالموازنه صوتوا عليها مجلس النواب. نعم. انت تطلع عليها. نزلت بالجريده الرسميه الوقائع العراقيه ماده 28 اللي هي شطب ديون بمذمه الشهداء والجرحى. وهي هسه موجوده الماده 28 تقدرين انت تطلعين عليها. نعم. وانت ابو مصطفى انت الان مطالبتكم شنو؟ مطالبتنا بتعجيل اخفاء حروب الشقق السكنيه لعوائل الشهداء والجرحى. طيب. اللي هي حسب قانون 57. نعم. احنا راح نتابع الموضوع. نعم. راح نتابع الموضوع يا ابو مصطفى. الله يوفقك. وراح نبقى معاكم. الله يحفظك ويسلمك، يعني هذا اقل شيء نقدمه لكم والله. الله يوفقك، انا اليوم مدليت البكاء صح وقاعد اسولف وياك الله يحفظكم اشكر ثقتكم. احنا اللي تشرفنا بيكم يا ابو مصطفى. بارك الله بيكم. الله يحفظكم. موسى الجبوري عندنا مناشد عبر الهاتف. الو السلام عليكم. السلام عليكم، ان شاء الله صحة. الله يحفظكم ويسلمكم. احنا بسكن الحي الجهاد. نعم. بالنسبه للشارع التجاري يعني من جهه الاطباء اللي هو محاذاه شارع مطار بغداد الى بدايه الجهاد من ذيك الجهه. احنا عندنا مشكله يعني بداوا يبلطون الشارع. نعم. طبعا هاي صار مثلا من الشهر السادس 2022. طيب. حفروا الشارع كرب الشارع حلو بس لحد الان ما صار تبليط، بس صار التبليط بشكل يعني قطع يعني غير متساويه. نعم. يعني شلون عبالك اصبح توتاح. يعني هو الشغل بدايته جيده، بدوا كبروا الشارع هذا شيء جيد. بس يعني فالتباطؤ كبير جدا بهاي المرحله. يعني تقصد اكو تلكؤ لو شنو؟ والله ما اعرف يعني لحد الان متى تطلع الاليات، يعني قد كل فتره اشتغلوا شويه، كل فتره اشتغلوا شويه. حفروا الشوارع وعافوها؟ الشوارع بالضبط يعني انكردت كلها الشارع وصغر هو الرصيف في الشرط.
لان المنطقه صراحه مزدحمه جدا خاصه بفتره يعني الذروه العصر والصبح وكذا. ف يعني مناشده لامانه بغداد بالاسراع بهذا الموضوع. والله صراحه سياراتنا تعدت كلش يعني بالاضافه لمضار الاتربه ويعني تصاعد الغبار من هاي ازدحام السيارات، وتعرفون مسائل يعني الدراجات التستر والتيك توك يعني هم سبب ازمه. فهذا الموضوع على الاقل شوي من الشارع سير مرتب. قلت لي يا بلديه؟ اعتقد بلديه الرشيد. زين. يعني عندنا مناشده من بركم، من بر الفرات، من بر المواطن العراقي، احنا صوتنا انتم ان شاء الله. يعني قد مناشده الامانه في بغداد، البلد الرشيد، للجهه المختصه بهالعموم، احنا مشكورين، احنا ما نبخس حقهم وما نقول ما اشتغلوا، بالعكس التفاته جيده واكو يعني صراحه الشارع بدا يكبر، ولكن يعني رحم الله امرين عمل عملا فاتمناها واتقنا. نعم. وانا ممنون منكم. الله يسلمك، اشكرك. الله يحفظك. شكرا. شكرا. ينتهي صوت عراقي. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي ان شاء الله على خير بنفس التوقيت على شاشة الفرات. السلام عليكم ورحمة الله.